السلام عليكم، نرحب فيكم مرة ثانية. احنا بنستكمل في Types of Intangible Assets، أنواع الأصول الغير ملموسة أو المعنوية إذا بدكم، ووقفنا عند حاجة اسمها Artistic Related Intangible Assets اللي هو بيقول عنها الأصول المعنوية اللي إلها علاقة بالأعمال الفنية. Artistic عمل فني زي the plays اللي هي العروض المسرحية، literature works الأعمال الأدبية، musical works أعمال موسيقية، pictures أعمال تصويرية، photographs and video and audio visual material الأشياء اللي لها علاقة بإنتاج المواد المتعلقة بالفيديوهات والأصوات إلى آخره. طبعا هذه تصنف تحت حاجة اسمها الكوبرايت. Copyright granted عادة حماية للكوبرايت لحقوق التأليف، هذه بتنعطى for، شوفوا أحلاها، for the life of the creator. يعني أنت شخص شاب فرضا عملت عمل مسرحي أو عمل أدبي أو موسيقي أو اللي هو، أنت شاب عمرك 30 سنة فرضا، فأنت القانون بيحمي عملك هذا بقية حياتك for the life of the creator. بس قال لا plus 7 years، كمان بعد موتك 70 سنة، فكأنه أنت ممكن تعمل عمل تستفيد منه خلال حياتك وأحفادك أولادك وأحفادك يستفيدوا منه، وبعدك 70 سنة هذا العمل يكون يعني exclusive right، يعني حق خاص للناس اللي هم يعني بعدك اللي هم أولادك أو أحفادك أو ورثتك. فتخيلوا مدة الحماية هنا قديش، يعني بقيت عمرك زائد 70 سنة، حاجة كتير كويسة. عشان كده ده بيشجع الإبداع، بيشجع الناس. لاحظوا كل هذه شغلات إبداعية. طيب إيش نعمل بهذا بخصوص هذا النوع من الأصول؟ لأن هذا أصول، خذوا بالكم، قال capitalize cost of acquiring and defending، يعني بترسم تكلفة شراء العمل هذا، يعني زي ما تقولوا سينما معينة أو مسرح معين شرى منك هذا العمل المسرحي. and defending، defending يعني حمايته اللي هي يعني تسجيله وعمل protection له في الجهات الرسمية. التكلفة الشراء زائد الحماية مع بعض بيمثلوا تكلفة الأصل هذا، بعدين بنعمل له amortization to expense over useful life، خلال عمر متوقع، يعني واحد عمره 30، خلينا ناخد متوسط له هيعيش لحد سن 70، يبقى 40 زائد 30 110 وهكذا. طيب الآن نتكلم عن النوع اللي بعده اسمه contract related intangible assets. طبعا contract يعني الأصول الغير ملموسة، خلنا نسميها التعاقدية أو المتعلقة بالإجراءات التعاقدية. طبعا أكثر نوع شائع ومسموح فيه ومعروف هو الفرنشايزز اند لايسنسنج اجريمنتس اللي هو بيسموها عقود الترخيص وعقود الامتياز. وهذه يمكن زي ما قلت لكم انه في شركة زي السبوي أو زي البيتزا إن أو البيتزا هات أو الماكدونالدز، هدول أنت تشتري منهم حق امتياز فرنشايز، يعني بريفليج، وتروح انت عامل فرع في مكان في غزة او في غيره. الان هذا الحق اللي انت شريته له قيمة، ومرات هذه القيمة تبعته في منها نوعين، في قيمة لمرة واحدة داون بيمنت، في منها بسموها رياليتي بيمنت اللي هي بسموها دفعات الامتياز الدورية، وهذه عادة بتكون مرتبطة بعدد الوحدات اللي انت بتبيعها في المكان تبعك. طبعا construction permits اللي هي زي رخص الانشاءات، broadcast rights اللي هي طبعا حقوق البث، هنا بتكلم مع البث الهوائي والواي فاي والمعايا يعني التلفزيون، البث التلفزيوني والبث الاذاعي، and service or supply contracts طبعا، ويعني عقود الامداد والخدمات زي زبيدكو، حق انه انت يعني زي يمامة حمامة الهوم ديليفري، هذول اللي نسمع عنهم. الآن فرنشايز أور لايسنس وذ ليميتد لايف، إذا كان في فرنشايز له ليميتد لايف شود بي أمورتايزد تو إكسبنس، طبعا ما زال في له ليميتد لايف زي ما اتفقنا، لازم نعمل له أمورتايزيشن أوفر ذا لايف أوف ذا فرنشايز على مدة عقد الحق هذا. حق أنت باخذ حق امتياز لخمس سنوات، أنا بوزع تكلفة شراء هذا الامتياز على خمس سنوات. فرنشايز with an indefinite life، لكن إذا أنا ماخذ حق امتياز، يعني زي ما أنتم عارفين في بعض الشركات بتاخذ حق امتياز من الدولة يكاد يكون مدى الحياة، ومش مدى الحياة ولمدة فرضا، زي ما أنتم عارفين شركة اتصالات ماخذة إحنا حق
يعني التوزيع أو جوال حق الهوائي. طبعا عقد هذا مدة كان فرضا 10 سنوات، بيتجدد كمان 10 بيتجدد، لكن زي ما تعرفين طالما انتهت طبعا دخلت عليها شركات أخرى عندنا، فصار يعني مش ديفينيت، قصدي صار مش انديفينيت يعني، لا صار في ديفينيت لأنه ما تجدد عقود اتصالات أو جوال ودخلت شركات منافسة. طبعا الفرنشايز with an indefinite إذا كان ما في عمر محدد should be carried at cost، لابد يتم تسجيلها بتكلفة الشراء and not amortized، تنسوش لكن نعملها impairment test. الآن بتكلم على technology related intangibles، أصول معنوية أو أصول غير ملموسة لها علاقة بالتكنولوجيا أو تنشأ عن أنشطة لها علاقة بالتكنولوجيا. أهمها طبعا patent technology and trade secrets granted by US Patent and Trademarks Office، يعني أشياء لها علاقة باختراعات تكنولوجية. وهذا البيتنت حق الاختراع gives holder، بيعطي حامل هذا الحق exclusive use، يعني حق انتفاع خاص لمدة 20 سنة. عادة capitalized cost of purchase patent، من الرسم تكاليف شراء هذا الحق. إذا كان في ار ان دي بقول اكسبنس اني ار ان دي، وهذه اللي تو حكينا عليها وعليها موضوع جدلي، لكن هذا الآن المعالجة المقبولة من الفاز، إنه مصاريف البحث والتطوير إذا لم ينشأ عنها أصل فهي تعتبر مصاريف وتنفق وتحمل على الانكم ستيتمنت. طبعا بقول امورتايز اوفر ليجال لايف، وبيحكي الامورتايزيشن على البيتنت مش على ار ان دي، والامورتايز اوفر ليجال لايف اور يوزفول لايف whichever از شورتر، يا إما على legal life أو useful life. طبعا legal life اللي هي فترة الحماية، وال useful life اللي هي فترة استخدام هذه التكنولوجيا. أنتوا عارفين تكنولوجيا الحواسيب هذه كل فترة بتطلع لغة، بتطلع طريقة جديدة، بتطلع قواعد بيانات، database management systems إلى آخره. تعال نشوف مثال هنا. في عنا هاركات كومباني انكرست، حطت 180,000 legal cost في January 1st to successfully defend a patent، عشان تحمي اختراع. The patent useful life is 12 years، يعني المتوقع الأمر لهذا الحق الاختراع 12 سنة. Amortized on a straight line basis، يتم استهلاكه على أساس ثابت. Haircut records the legal fees and amortization. القيد تبعنا كالآتي، خدوا بالكم احنا اشتريناها بليجال فيز ب 180 عشان نحميها، فكأنه ما فيش عندنا تكاليف شراء بقدر تكاليف حماية البيتنت هذا. طبعا لما بندفع شرينا البيتنت فحط او قصدي حماية حمينا سجلنا الحماية تبعته في الجهات الرسمية، فبقول بيتنت 180 للكاش. طبعا في المقابل بعمل زي ما انتم عارفين قيد الامورتيزيشن في نهاية السنة، امورتيزيشن اكسبنس للبيتنس، او زي ما قلنا ممكن نوسط حساب accumulated depreciation accumulated amortization، والاكيوميليتد زي ما قلت هذا بيظهر في الميزانية اذا استخدمناه، ما استخدمناش التخفيض او الطريقة المباشرة في تخفيض الاصل، كنا حنقول بيتنس 180,000 ناقص 15,000 accumulated amortization. هذا كان بالنسبة لل learning objective رقم 2. الآن هنتكلم على أهم بند في كل ال intangibles، اللي هذه لها قاعدة كبيرة عندنا في سنة ثالثة في مادة اسمها advanced accounting. هتكلم فيها كيف بنعمل recognition للgoodwill، كيف بنعمل impairment test، two step impairment test، كل الأشياء هذه هنشوفها في سنة ثالثة. لكن الآن هنتكلم إيش هي explain the accounting issues for recording goodwill. هنتكلم على المواضيع أو المعالجات، المواضيع المحاسبية المتعلقة بتسجيل الجدول. حلو جدا. يبقى هذا كل هدول كوم اللي خلينا نسميهم الأربعة والخمسة، والجدول لحالها حدوتة لحالها. طبعا الجدول هنا إيش بيحكي؟ بيقول goodwill represents the future economic benefits، بتعكس منافع مستقبلية طبعا زي ما بيقولوا اقتصادية. from the other assets acquired، من أصول أخرى إحنا حصلنا عليها. in a business combination، يعني نفهم حاجة، يعني قصده يقول إنه الـ goodwill لا يمكن تظهر إلا عند عمل acquiring لـ business.
عشان بهدف نعمل بيزنس كومبينيشن، يعني عند حصولنا على شركة بهدف استحواذ عليها، يعني دمجها معنا. That are not individually identified، عادة ما بتكونش هذه محددة بصورة شخصية، بصورة فردية. يعني قصد الجود ويل ما بتكونش لحالها، يعني صعب اقول لواحد اسمع انا بيعني الجود ويل تبعك وخلي الشركة لك، انا بدي الجود ويل. لا، هيك صرنا بنتكلم على تريد مارك او تريد نيم، لكن الجود ويل ما بتظهرش الا اذا احنا شرينا شركة بالكامل في عملية بنقول عنها بزنس كومباينيشن، اندماج العمل. فعشان كده بتكونش موجودة بصورة فردية، بصورة يعني في صورة بند، إلا إذا حصل هذا الكلام. طبعا not individually identified and separately recognized إلا في العملية هذه. Only recorded when an، خدوا بالكم هي بيأكد على الجملة اللي أنا بحكي عليها، وتتسجل فقط when an entire business is purchased، يعني لا يمكن تسجل إلا إذا عملنا شراء للمشروع كله. لما بشي مشروع ساعتها بيكون بشاري انا الجودويل، لكن ما بقدرش اشيل الجودويل لحالها بعيدا عن المشروع. بقول الجودويل ايش هي؟ is the excessive cost of the purchase over the fair value of the identifiable net assets. طبعا ايش قصده الايدنتيفايبل نت اسيتس؟ اللي هي الاسيتس ليس لايبيليتيز بيرشيس. ايش معنى الجمله هذه؟ هو بيحكي هنا كانه وقتيش بنعمل ريكوجنيشن للجود ويل، وقتيش بنعترف بالجود ويل. اللي بنعترف بالجود ويل لما احنا نشتري شركه وتزيد سعر الشراء excessive cost of the purchase عن القيمه السوقيه العادله لصافي الاصول. طب اعطينا مثال، المثال تبعي كالاتي: انا شاري شركه، تمام؟ ركزوا معي، الشركه هذه اصولها 100,000. أصولها قديش؟ 100,000، والالتزامات اللي عليها 80,000. يبقى ما هي النت ايدنتيفايبل اسيتس؟ قال 20,000. ركزوا معايا، أصولها 100، التزاماتها 80، قديش النت ايدنتيفايبل اسيت بتاعتها؟ 20,000، اللي هو الفرق بين الاسيتس ليس لايبيليتيز. حلو جدا. طيب أنا ذكرتهم توي هذولا، هذول بالفير فاليو. طبعا لما واحد بيشي شركه بيشيش فيها اراضي مسجله ب 10,000 والاراضي في السوق قيمتها 100,000، فانا بتكلم كله فير فاليو. الفير فاليو للاسيتس ناقص الفير فاليو لللايبيليتيز. الفير فاليو للاسيتس 100,000 والفير فاليو لللايبيليتيز 80,000، الفرق بينهم النت ايدنتيفايبل اسيتس 20,000. طب انا شريتها ب 25,000، يبقى لاحظوا هنا الـ purchase price زاد over الـ fair market value بمقدار 5,000. الـ 5,000 هذه هي الـ goodwill. كمان مرة، assets لشركة بدي أشتريها، الـ total assets بالـ fair market value 100,000، والـ liabilities بالـ fair market value 80,000، فالـ net identifiable assets بالـ fair market value 20,000، بس أنا دفعت فيها لما شريتها بـ 25,000، ففي عندي 5,000 زيادة، هذه بتمثل الـ good. طبعا في الحالة زي هذه لابد نعترف فيها، وبتظهر في السجلات عند عمل بزنس كومباينيشن او عند عمل اكويرنج. قال internally created goodwill should not be capitalized، لكن الشهرة اللي احنا ما بنشتريها، يعني احنا صار لنا اسم من خلال اللي هي الاربع خمس بنود اللي حكينا عليهم: الماركتينج والتكنولوجي ريليتد والكاستمر ريليتد والاشياء اللي تو حكينا عليها. قال هذه اللي انا بعملها داخليا cannot be أو should not be capitalized، لا ترسمل، لأنه صعب نحدد المبالغ اللي إحنا حطيناها في تكوين هذا الأصل. لكن في الشراء معروفة تو، إحنا دفعنا 5,000 زيادة على النت ايدنتيفايبل أسيت عشان أشتري المشروع هذا، وبالتالي هذه الزيادة بتمثل الجود ويل. وتعال نشوف الإستريشن هذا حيساعدنا لنفهم الموضوع جيدا. طب تعال نشوف المثال تبعنا. المثال تبعنا عنوانه ريكوردينج جودويل، كيف نسجل جودويل. طب المثال تبعنا بيقول كالاتي: في عندنا شركه اسمها مالتي دايفرسيفايد انكوربوريشن. الشركه هذه قررت decides that it needs a parts division، بدها يعني قسم للقطع الغياره اذا بدكم، to supplement its existing tractor distributor ship، ان هذا القسم هذا يدعم يعني قسم آخر له علاقة بالتراكتورز. The president
of multi-diversified is interested in buying Tractor Link. Tractor Link company هذه الشركة الصغيرة ومالتي شركة كبيرة. الشركة الكبيرة بدها تشتري الصغيرة، تمام؟ الصغيرة اللي هي بنقول عنها احنا هذه اسمها acquiring company، هذه اسمها acquired company. هذه acquiring يعني الشركة المستحوذة، وهذه acquired المستحوذ عليها. هذه مرات بنقول عنها acquirer يعني الشركة المستحوذة، هذه acquiree المستحوذ عليها. طيب the illustration presents the statement of financial position، طبعا اكيد للشركة الاكويري اللي هي تراكتور لينك اللي هي الشركة اللي احنا بنشتريها. هذه الاصول، خذوا بالكم هذه الاصول، فيها كاش، receivables، inventory، total assets وcurrent liabilities، هذه الايكويتي، الكومن والريتيند ايرنينجز، وهي الميزانية بتاعتنا. الان ايش بده هو؟ احنا قلنا ساعة الاستحواذ بدنا نقيم الاصول بالفير ماركت فاليو، حلو. فجاب لنا قال هنا انه مالتي انفستيجيتس عملت تحقيق وشافت انه الاصول بتاعت الشركه هذه بالفير ماركت فاليو كالاتي: الكاش 25، لو خدتوا بالكم الكاش هي نفسها لانه هي فير ماركت فاليو، لكن الريسيفابلز خدوا بالكم هنا 35، هنا قيموهم زي ما هم ما فيش مشكله. انفنتوري هنا 122، قديش كان هنا انفنتوري؟ لاحظوا الانفنتوري هنا 42، حلو جدا، قيموها ب 122. البروبرتي بلانت هنا قيموه نت، هنا بعد ما استبعدنا الاكيوميليتد 205، تقيموا هنا ب 153، شايفينها برضه نت هنا. فهي هذه بالبوك فاليو، هذه اسمها الكارينج فاليو، البوك فاليو او الكارينج فاليو القيمه المسجله، لكن ايش الفاء هذه اسمها الماركت فاليو، تمام؟ هذه بالماركت فاليو او الفير فاليو. طبعا البيتنس، في عندنا بيتنس هنا، يبدو البيتنس ما كانتش مسجلة، خذوا بالكم. هذه البيتنس مش ظاهرة، لأنه مرات بيكونوا هم بيشتغلوا على بيتنت، فإحنا بدنا نشتري الشركة. أصل إحنا مش معنيين بين قوسين، إحنا مش معنيين بالشركة قد ما إحنا معنيين نشتري البيتنت. يمكن هذا الكلام بصير في شركات أدوية كتير، يعني شركة فايزر، في شركة موجودة في البرازيل أو في، قول معايا، في الأرجنتين، شركة مغمورة وصلت لعلاج كيف تعالج كورونا. الآن بتريح، بدل ما تشتري منهم البيتنت، شركة فايزر بتشتري الشركة بالبيتنت، لكن هي أصلاً معنية بالبيتنت أكثر ما هي معنية بالشركة، لكن عشان تضمن إن الشركة ليك ما تستخدمش البيتنت بعد كده، فهي بتروح شارياها هي والبيتنت تبعها. فالبيتنت لسه ما ظهرش في دفاترهم هذولاك، لأنه هذا internally generated asset، بس لما أنا شريته، شريت منهم حقوق أو حق الاختراع هذا اللي خاص بالعلاج 18000. زي ما قلت ده بيسموه هنا ما كانش ايدنتيفيبل اسيت، يعني مش اصل محدد في الميزانيه، لكن الان صار محدد لانه لما نعمل له قيمه محدده له. طبعا اللايبيلتيز لو خدتوا بالكم، اللايبيلتيز عندي 55 بالفير فاليو نفسها، فصار عندي الفير فاليو في النت اسيتس قديش؟ 350، تمام؟ هذه لاحظوا النت اسيتس اللي هو الفرق بين الاسيتس واللايبيلتيز. حلو جدا. طيب حلو جدا. الآن الشركة هذه قديش دفعت؟ قال الشركة هذه تراكتور لينك اللي هي الشركة الأكويري decided to accept، قبلت العرض تبع شركة مالتي اللي هي الأكويرر، قبلت العرض تبعهم. قديش العرض تبعهم؟ بدهم يدفعوا 400,000. What is the value of goodwill؟ ولا حاجة. احنا خلينا نشوف مع بعض قديش الفير ماركت فاليو. تو حسبناها لو أخذتوا بالكم 350 للأصول، طبعا النت اسيتس صافي الاصول بعد ما استبعدنا اللايبيلتيز. طب قديش الاكوزيشن برايس اللي احنا اعطيناه؟ قال 400، معناته احنا دافعين زياده عن النت ايدنتيفايبل اسيتس 50. هذول ال 50 هم فاليو اساين تو جود ويل، هذه القيمه التي يتم تحديدها او يعني تخصيصها لها للشهره. طبعا هو بيقول من كيف وزعنا 400؟ وزعناهم بالفير ماركت فاليو زي ما انتم شايفين، القيمه اللي بتضل 50 مو بتروح، بتروح على الجودويل. القيد تبعنا للشراء بسيط جدا، كل الاصول وبنضيف عليها بس حسابات مدينه، لانه قلت هذا الكلام في دفاتر الاكويرر في الشركه المستحوذه، للشركه الكبيره اللي شرط. فهذه بتثبت كل الاصول بما فيها الجودويل، المبلغ اللي دفعته بزياده، وبتثبت الليابيلتيز زي نفس
نفس الميزانية بس ضفنا عليها مين؟ الـ50 طبعا أثبتناها بالفير ماركت فاليو، والـ400 الكاش اللي هي دفعتها المالتي اللي هي الشركة الكبيرة. الآن مثال آخر، هذا خلينا نشوف الفيديو تبعنا بعدين نشوف إذا كان نحكي المثال الثاني ولا لا.